قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم إنه سيتم إنتاج أول دفعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في غضون أسبوعين، وهذا في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي مع مدير مركز جامالي اليوم للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كوفيد 19 في موسكو. كما أكد ذات المتحدثة أن لقاح كورونا يعتمد على تفاصيل علمية ملموسة وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية، مشيرا أن الشعور بالمنافسة هو من كان وراء المواقف الأجنبية التي شككت بلقاح كورونا روسي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الثلاثاء ولأول مرة في العالم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا، وأكد أن إحدى بناته تلقت اللقاح الذي أثبت فعاليته. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم آراءكم في التعليقات. أصدرت الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة اليوم أحكامها في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتعلقة بحصوله على العديد من الممتلكات العقارية والمنقولة بمختلف ولايات الوطن. وتخص القضية طورت عبد الغني هامل رفقة أفراد عائلته إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين، حيث برأت المحكمة هامل عبد الغني من تهمة عدم التصريح بالممتلكات والحكم عليه ب 12 سنة نافذة بخصوص باقي التهم وحجز ومصادرة ممتلكات والمنقولات المتهمين من عائلة الهامل. الحكم على زعلان عبد الغني بعام حبس نافذة والإبقاء على الغرامة المالية، كما تم الحكم بسنة حبس مع وقف التنفيذ لسليمة عناني زوجة هامل. أما هامل أميار فقد تم خفض العقوبة إلى 8 سنوات نافذة، هامل مراد 7 سنوات نافذة، هامل شفيق بخمس سنوات نافذة، هامل شهيناز بسنتين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ. فيما تم تأييد الحكم على رحيمية محمد، كما تم تبرئة بوعميران بخصوص سوء استغلال الوظيفة وجعل العقوبة كلها موقوفة التنفيذ. أما غلاي موسى الوالي السابق لتيبازا فقد تم الحكم عليه بأربع سنوات حبس نافذة، فيما تم تبرئة الوالي الأسبق لولاية وهران عبد الملك بوضياف وانقضاء الدعوة العمومية لكل من صبان وبوضياف. استذكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حادثة لرئيس الراحل هواري بومدين عند قيامه بتدشين إحدى القرى، وأورد الرئيس تبون في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة اليوم عندما وصل الزعيم الراحل لإحدى القرى من أجل تدشينها وضعوا له الأشجار في الطريق فقام بنزع الأشجار قائلا العبوا مع أنتاجكم. وأضاف رئيس الجمهورية السينما هذه انتهت، المواطن لا يريد معجزات بل يطلب حل مشاكله فقط. وحذر الرئيس من مواصلة الخطاب السلبي للعصابة قائلا هذه تصرفات تخريب في تخريب في تخريب، حذاري وحذاري وحذاري، اللعب هذا ينتهي. وأمر رئيس الجمهورية الولاة بالتكفل بالقرى والمداشرة وبكل متطلباتهم، وطلب رئيس توفير صهاريج المياه للمناطق التي لا يمكن تزويدها بالمياه الصالحة للشرب لبعد القنوات حتى لا يذهب الأطفال لجلب المياه على ظهر الحيوانات قائلا يجب القضاء على هذه المناظر البشعة. كما أمر أيضا بتوفير أجهزة الطاقة الشمسية للمناطق التي ليست مزودة بالكهرباء، مؤكدا أن المسؤولين الذين تم توقيفهم تمت إحالتهم للتحقيق. وحث رئيس المسؤولين على العمل والمبادرة في التكفل بإنشغالات المواطنين قائلا بدل التردد والانتظار يجب أن تحل الاستباقية والمبادرة، وبدل التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة والحقائق المشبوهة وخيانة الأمانة التي تضرب مصداقية الدولة في الصميم يجب أن تسود الصراحة وروح المسؤولية والشجاعة حتى لا تبنى قراراتنا على الباطل والمغلطات. وأضاف رئيس الجمهورية من غير المعقول أن نطمع باحترام المواطنين بالنظرة القديمة وكأن شيئا لم يحدث في العامين الماضيين. ملخص تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم خلال اللقاء التقييمي للحكومة مع الولاة، وقفة اليوم مع الولاة والحكومة هي وقفة تقييم وتقويم لمواصلة الجهود كي تستقيم الدولة وتبتعد عن المآسي التي صنعها أناس تم تسميتهم عن جدارة بالعصابة. لن نتردد في محاسبة المتقاعسين في خدمة الوطن. ما اتخذته أمس من قرارات في حق بعض المسؤولين ما هو إلا بداية، عليكم إيجاد الحلول اليوم وليس
الإجابات فقط عن المشاريع المتأخرة كالرقمنة ومشاريع تحسين الخدمة. ألحوا للمرة الألف على إدماج المجتمع المدني ومساعدته في تنظيم صفوفه، لأنه الحليف الأول لاستقامة الدولة، فوفروا له كل التسهيلات. أبقينا الوضع الصحي تحت السيطرة بفضل الجيش الأبيض، فشكرا لهم. لم نلمس في عديد الولايات جهودا كافية للعناية بشؤون المواطن. لم يعد هناك مجال للكوميديا في تنفيذ المشاريع. عرقلة المشاريع أصبحت تغرس في أذهان المواطنين أن خطاب العصابة لا يزال متواصلا وأن شيئا لم يتغير. عرقلة المشاريع أضحت أحيانا إرادية. الصراحة في معاينة المشاريع مطلوبة حتى لا تكون قراراتنا مبنية على الخطأ. أين كنتم يا ولاد حينما أكدنا الزيادات والإعانات للأطباء والمتضررين من الوباء؟ فكثير منهم لم تصرف لهم منحهم. هل نحن أمام ثورة مضادة ترفض عودة الأمور لنصابها في الجزائر؟ عندما نقرر أمرا لصالح المواطن ينبغي تنفيذه فورا. لا أحد سيحاسبكم على خدمة الوطن، بل المحاسبة تكون عندما تضعون أموال الشعب في جيوبكم. هناك قوى تعمل ضد استقرار البلد تزال تأمل في العودة من السجون. هناك أموال تصرف في الخارج وأصحابها في السجون هنا، فمن وزعها ومن أمر بتوزيعها في نظركم؟ علينا قول الحقيقة للجزائريين وأننا لهم بالمرصاد، فهذا منطق عجل التاريخ الذي حكم بنهاية عهدهم. هناك أزمة أخلاقية زادتها حدة المال الفاسد ورداءة في تسيير، لكن معركة التغيير الجذري لها رجالها وأدواتها ومنطقها وتضحياتها كذلك، ولن نتراجع مهما كلفنا الثمن. المواطن أصبح فريسة سهلة للفاسدين، فلا تتركوه يقع ضحية ذلك، وهذه مسؤولياتكم بتحسين الخدمة العمومية. بعض الحركات الاحتجاجية مدبرة لإثارة غضب الشارع وحرمان الناس من التغيير وتسيير الدولة بالذهنية الجديدة التي لا تتعايش مع الترقيع ورمادي في العيون. الشعب خرج للشارع، فإرادة الشعب من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر. فعلى العصابة ألا تطمع في العودة. رسالة للبعض: ألا تعملوا ضد بلدكم ولو عرضوا عليكم أموال، فسمعتكم مع أولادكم أهم مما تجنون، وعلاقتكم مع ربكم أكبر شأنا. أشكر كل من ساهم في إثراء مسودة الدستور التي سنضعها بين أيدي الرأي العام بكل مقترحات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الوطنية وأساتذة الجامعة. أدعوكم من الآن أيها الولاد لتحضير أنفسكم للاستفتاء حول الدستور. إخوة الكرام، شاركونا أنتم آراءكم في التعليقات. تطرق وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد خلال استقباله سفير فيدرالية روسيا بالجزائر إلى مدى جاهزية اللقاح لدى المخابر الروسية والتقدم الكبير في إنتاجه من طرف المركز الوطني للبحوث الميكروبيولوجية الروسي، حيث ذكر الوزير في هذا الشأن بتعليمات رئيس الجمهورية على أن تكون الجزائر من بين الدول الأوائل لاقتناء اللقاح ضد كوفيد-19، وذلك حفاظا على صحة المواطنين. كما تم التطرق خلال المحادثات بين الجانبين إلى مدى جاهزية اللقاح لدى المخابر الروسية، حيث أبرز السفير الروسي في هذا الإطار التقدم الكبير في مجال إنتاج اللقاح من طرف المركز الوطني للبحوث الميكروبيولوجية الروسي مركز جاماليا، الذي تم الإعلان عن تسجيله وسيكون متوفرا في السوق الدولية أواخر سنة 2020 وبداية 2021. كما تناولت هذه المحادثات التي حضرتها أيضا المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية والمدير العام لمعهد باستور إلى توسيع وتعزيز مجالات التعاون الثنائي في الميدان الصحي. بالمناسبة أعرب سفير فيدرالية روسيا بالجزائر على امتنانه بالاستقبال الحار الذي حظي به، مشيدا بالعلاقات الخاصة والعريقة التي تربط البلدين، وذلك وفق بيان الوزارة. أكد وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان أنه يمكن أن تستأنف الأنشطة البيداغوجية حصريا بنمط التعليم عن بعد ابتداء من 23 أوت. وكشف الوزير أنه سيتم الانطلاق في تهيئة المرافق الجامعية والخدماتية وتحضير الشروط المادية حسب ما تقتضيه الظروف. وأشار الوزير أن الحصيلة التي أعدها القطاع أبرزت أن الغالبية العظمى لمؤسسات التعليم العالي أنجزت عند 12 مارس الماضي ما بين 50-65% من البرامج المصدرة في مختلف المواد والأطوار التعليمية، في حين مكنت الجهود المبذولة من قبل فرق التكوين والفرق البيداغوجية من خلال تفعيل آلية التكوين عن بعد من إنجاز ما يفوق 80% من الجزء المتبقي من البرامج البيداغوجية المعنية. كما سجلت وزارة التعليم العالي تنظيم أكثر من 6000 مناقشة ما بين مذكرات الماستر والدكتورة وأعمال بيداغوجية وعلمية تتعلق بالتأهيل الجامعي.
وجهتهم الخيانة العظمى لكل من المساعد الأول المتقاعد بونويرا قرميتا ورائد درويش هشام والعميد المتقاعد غالب القيصر من طرف النيابة العسكرية بالبليدة حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بيان لمدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع. وجاء في بيان القضاء العسكري طبقا لإحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى المتمثلة في الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرا قرميط ورائد درويش هشام والعميد المتقاعد بالقيصر غالي طبقا لنص المادة 63 الفقرة الثانية من قانون العقوبات. وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرا قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمر بالقبض ضد المتهم بالقيصر غالي. أكد وزير التربية محمد وشعوط أن صحة التلاميذ هي من أولويات الوزارة في الدخول المدرسي المقبل، وأضاف الوزير في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولات اليوم أن الوزارة تعمل على تعزيز وحدة الكشف والمتابعة لضمان تغطية صحية للتلاميذ. وكشف وشعوط أن الوزارة تدعمت سنة 2019 ب 34 وحدة كشف جديدة ليصبح مجموعها على المستوى الوطني 1417 وحدة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة موظفي القطاع، حيث تعمل الوزارة على فتح المزيد من مصالح طب العمل بكل الولايات مع السهر على أن تكون عملية، يضيف الوزير. أكد وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد على استقرار الوضع الصحي في البلاد وأن المستشفيات عبر الوطن باتت في أرياحية ولم تعد تشهد ضغطا كبيرا مسجلا في الوقت نفسه تراجعا طفيفا في عدد الإصابات. وأضاف بن بوزيد الذي نزل ضيفا أمس الثلاثاء على القناة الإذاعية الثانية أن القطاع الصحي توفر على 19,000 سرير ونسبة 36% فقط منها مستغلة، وهذا ما يجعل المستشفيات تشهد أرياحية في هذا المجال، مذكرا بالمناسبة بتضحيات التي بذلها عمال قطاع الصحة الذين توفي منهم أكثر من 70 بينما أصاب بالفيروس نحو 4,000 عامل. وبخصوص الاعتداءات المسجلة في الفترة الأخيرة على عمال قطاع قال أن هذه الظاهرة لم تعد موجودة، كما أن القوانين التي أصدرت في هذا الشأن أعطت ثمارها وثمن في الوقت ذاته وعي المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية على غرار استعمال الكمامة والتباعد الجسدي، واعتبر هذه السلوكات مؤشرا إيجابيا في حصر انتشار الفيروس، غير أنه شدد على عدم التراخي وأخذ الحيطة والحذر. وعن قضية اللقاح المرتقب أوضح الوزير أن الجزائر تترقب إنتاجه وأنه سيكون متوفر للشعب الجزائري فور تسويقه، غير أن هذا يخضع لعدة شروط منها فعاليته، وقال أن اللقاح الروسي هو الأقرب حتى الآن، غير أن تسويقه لن يكون قبل شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.